انت ان شاء الله تبقى شهور للموصل. الله يسلمك. هاي تبقى شهور تبقى يعني حقيقه خجلان انا ما الكلمات لان انتم اهلي وناسي. والله ما قدمتونه انت ابو الاول ما قدمتونه هو اقل واجب لك. نحن باب السراي عزيزي الغالي وهاي من وجهاء باب السراي جمعه باب السراي. الله يوفقكم. الشيء اللي قدمت بينه الله يعجز عن الكلام. من دواعي سروري جدا اليوم ان التقي بنخبه من ابناء مدينه الموصل الاشراف ومن العوائل العريقه في هذه المدينه الذين قدموا حقيقة جهد وعطاء كبير لإعادة مدينة الموصل وبنائها وخاصة المنطقة القديمة بكل أسواقها. عندما كنت أزورهم في المرحلة الأولى كنا نجد الأحزمة الناسفة والعبوات والصواريخ ومخلفات الحرب ونجد هؤلاء الأبطال هم بين تلك الأنقاض يرفعون ما يستطيعون حتى يعيدوا الحياة إلى تلك المنطقة. لم نستطع أن نعمل لولا وجودهم. الحكومة لم تقدم التعويضات لهم لحد هذه اللحظة ولكن عملوا المستحيل وأعادوا الحياة. نعم نحن كدوائر خدمية بلدية الموصل الماء المجاري قدمت البنى التحتية الكهرباء ولكن كان هم الحافز الأول والأخير لنا في تقديم الخدمة. شكري وتقديري لهذه الزيارة وشكري لموقفهم الرجولي وأوجه ندائي إلى كل أصحاب العمارات والأبنية التي تأخروا في إعادة بنائهم منهم خارج العراق وقد لديهم وكلاء أو محامين. رسالتنا لهم بالعودة. لا نريد أن نطبق القانون بالغرامات وحجز القيود لتلك العمارات. وأنا اليوم أوجه رسالة لكل من غادر القديمة أن يعود بسبب غلاء الإيجارات الموجودة خارج القديمة وإضافة إلى أن الحياة عادت بالكامل. الجسور اليوم الحرية والجسر القديم الجسرين الرئيسيين للقديمة هي عادت للحياة بفضل وجهود أبنائكم الغيارة من أبناء مدينة الموصل فلم يبقى عذر للتأخير. نحن نمهل أصحاب العمارات والمحلات وبعدها سنصدر تعليمات وفق القانون الموجود لدينا في قانون البلدية وقانون قرار 296 والقوانين المنصوص الأخرى عليها بخصوص العمل في المحلات والعمارات وغيرها وسنحجز القيود لهذه أصحاب الأملاك وتفرض عليهم غرامات وهذه الغرامات قد تضاعف إن لم يعودوا لعملهم وإعادة البناء وكل شيء متوفر. البنى التحتية كاملة اليوم الطرق الداخلية الماء الكهرباء لم يبقى حجة إلا بإعادة العمل كأسوة بالآخرين. اليوم قمنا بزيارة السيد قائم مقام قضاء الموصل على الجهود اللي بذلها معنا في السوارف القديمة وبالذات باب السراي على ما قدمه من دعم يعني ما له مثيل. دعم من تنظيفات من بلدية من شفرات من قلابات. نقدم الشكر الجزيل على ما قدمه من ماء من كهرباء كله بجهود هاي. نحن اليوم من أصحاب محلات باب السراي والمشاركين في تنظيف باب السراي قمنا بزيارة إلى السيد مقام قائم الموصل تقديم الشكر والتقدير إلى الجهود التي بذلها السيد قائم مقام الموصل. نشكر كل من دائرة الماء ودائرة المجاري النينوى على الجهود التي بذلوها في المدينة القديمة. نشكر كل من سعى في إصلاح هذه المدينة من الخراب والدمار التي تحل لحقت بهذه المدينة.